حقيقتك حقيقة إنسان فيها فشل فيها نجاح فيها تعب فيها راحة فيها مرض فيها صحة فيها جهل فيها معرفة فيها كسل فيها نشاط فيها موت فيها حياة. هيدي حقيقتك. وحقيقتك هيدي ممكن تيأسك إذا اعتبرت إنك وحدك بهالدنيا. وإذا اعتبرت إنه ما في غير هالدنيا. اتصور حالك تصور حالك بوجعك بمرضك بتعبك بكسلك بموتك، شو بتعمل؟ يلي أخد حقيقتك وقال لك كنت جوعان وطعميتني، معقول يتركك جوعان؟ قولك مش هيدا معنى القربان؟ معقول يتركك عطشان؟ قولك مش هيدا معنى كلمته اللي بتقول كل حبه؟ معقول يتركك عريان أو غريب؟ قولك مش هيدا معنى المعمودية يلي بتجعل منك ابن الله وبتلبس المسيح؟ معقول يتركك مريض أو محبوس وما يزورك؟ قولك مش هيدا معنات مسحة المرضى؟ مسحة المرضى هي يسوع العبين وجع فيك. مسحة المرضى هي يسوع العبين وجع فيك وعم بيحييك. مسحة المرضى يا مناس فكروها وثيقة وفاة، أو فكروا الأبونا شي أنصل بيقطع فيزا على الأبدي، وفيزا يمكن منك كتير رغبين تحصل عليها وبيعطيك إياها بالقوة وبيقلك سافر. مسحة المرضى هي يسوع اللي معك تتعيش مرضك على رجاء الملكوت. صحيح يمكن مسحة المرضى تشفيك، لكن مش غايتها تشفيك، غايتها تجعل منك شاهد لحب الله المخلص وأنت في عمق مرضك.
تماما مثل يسوع يلي قمة شهادة حبه لبيه وللبشر كانت في قمة ضعفه على الصليب. مسحة المرضى هي مرافقة للحياة مش إعلان للوفاة. Thank you.